ايوه اهلا يا فندم، امر سعادتك. ايه، اتوبيس سياحي اتخطف عندنا هنا؟ ازاي؟ فين يا فندم؟ ناحيه جبال بني حمزه واولاد شديد. حاضر يا فندم، هنعمل اللي لازم حالا يا فندم. صحافه؟ لا يا فندم، مفيش صحافيين جم ولا حاجه. حاضر يا فندم، الخبر هيكون كده وبس. طلباتك يا فندم، اؤمر يا فندم. مع ألف سلامة يا فندم، مع السلامة سعد. حضر البوكس بسرعة يا ابني. في ثلاثة من الصحفيين بره وخمسة من التلفزيون يا فندم. هما لحقوا؟ خليهم يستنوني وقول لهم هو جاي بعد ساعة. تمام يا فندم. يلا يا مهران، الليلة النوم كابس علي. تصبح على خير. انت من اهل حاج. اهدي. خير خير ان شاء الله. اسبقني مهران. يا اهلا يا اهلا يا باشا. اهلا يا حاج. الله يخليك. قهوة الباشا مناع. حاضر يا عم الحاج. وشايل اللي معاه. حاضر. تفضل. خير، في تفجيرات تاني في المحجر؟ لا يا حاج، في اتوبيس سياحي اتخطف نواحيكم. اتوبيس سياحي؟ احنا بلدنا فيها السياحة. الاتوبيس كان في طريقه لأسوان واختفى على الطريق ناحية بلدكم أو البلد اللي قبليكم أو اللي بعديكم. جديدة حكاية السياحة دي. يكونوا إرهابيين؟ برضو بلدنا ما فيهاش إرهابيين. احنا المعلومات اللي عندنا لغاية دلوقتي محدودة يا حاج، عشان كده احنا محتاجين مساعدتك بحكم خبرتك بالمكان وتفاصيله، واي معلومات هتقولها لنا عن الجبل ممكن تفيدنا. وانت ما تتوصلش يا حاج. ده موال كبير والله، بس انا تحت امركم. يعني دي عمليه خطيره يا بيه. خطيره جدا يا حاج، وعنصر الوقت مهم قوي، لان الصحافه خدت خبر والفضائيات نشرت الخبر كمان. ياه، بالسرعه دي؟ وكل دقيقه بتمر بتعمل لنا مشاكل. انت عارف سياحه ودول اجنبيه ليهم رعايه وسفارات، شغلانه يعني يا حاج. والله يا ولد اللي في ايدي هعمله. واحنا عارفين انك تقدر تعمل كتير يا حاج. افتح التلفزيون. فين يا ملكومه؟ عامله برا ليه؟ في التلفزيون هيكون فيه اتوبيس سياحي اتخطف جنب بلدنا. ايوه، واحنا مالنا يا بنتي؟ بس انا ليا طلب. خير يا حاج؟ لما يرجع سلمين مالناش دعوه، مين خدهم مين رجعهم. حضرتك عارف الجبل متشعب، واللي بيساعدوني ممكن يكون لهم مصالح مع اللي خدوهم. لا لينا دعوة بدول ولا بدول، المهم الخواجات يرجعوا سالمين. ماشي يا حاج. تاني هام. خير يا حاج؟ لا لي دعوة بالصحافة ولا بالتلفزيون، وما يذكروش اسمي نهائي. ولما يرجعوا الخواجات يبقوا رجعوا بفضل جهودكم المكثفة. اتفقنا؟ اتفقنا يا حاج. زون اننا مختفين كان سيربرايز، كان سوبر. يعني انا مش فاهم كل الكلام. لكن دلوقتي كلنا هنروحوا عند البيت عشا ما حصلش. كنت متجوز إرهاب محمد؟ والله كنت متجوز أربعة، واحدة منهم ربنا افتكرها ماتت، والتلاتة طلقتهم. أفهم أنت طلقت التلاتة؟ أنا دلوقتي عازب. تتجوزني يا إرهاب؟ والله يا بنت انا ماليش في السمنه الهولندي، نبقى اصحاب. يا باشا ما كانوش مخطوفين ولا حاجه، ورجالتنا توصلوا بانهم كانوا في رحله خلويه في الصحراء. مكافاه ايه يا فندم؟ احنا ما عملناش غير واجبنا. ايه، هم فين دلوقتي؟ كلهم معزومين عند واحد من اكابر الصعيد، اصر يعزمهم كلهم على العشاء. اتفضل. يور ويلكم يا خواجات. يلا حماد خش. ايجيبشن تشيكن. مرحبا. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا.
كامرة 2 جوه في البتاعة دي، وكامرة 3 هتاخد الكونتر. خير يا بيه؟ ايه اللي هتعملوه ده؟ ابعد يا راجل انت من هنا، احنا قناة كبيرة. انت مين يا ولدي وعاوز ايه؟ والنبي يا عم الحاج توسع من هنا، احنا عندنا شغل كتير ومش ناقصين عطلة. استنى يا مناع. شوف يا ولدي، هنا مفيش تصوير، وسيادتك اللي معاك مناع هياخدكم مع 20 راجل تعملوا رحلة صغيرة ورا الجبل عشان تعملوا فيلم عن الديابة والزواحف وتأثيرها على حياة البشر عندنا، ومنها على المدافن شرق الجبل. عاملين مدافن جديدة للإعلاميين وأصحاب القنوات الكبيرة، يتخشوا تتعشوا وبعدين تصور الخواجات في أي حتة خارج حدود بلدي. قلت إيه؟ أنا قلت يا حاج إن التصوير برا البلد هيدينا فرايتي أكتر. أنا قلت عليك عاقل. مناع، دخلهم يتعشوا وطلع المذيعة فوق عند الحريم يتفرجوا عليها. حريمي مش حاطلة. روحي صوري مع التعبين. فين الحريم؟ اتفضل. يلا يا جماعة هاتوا الحاجة وتعالوا. يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا يا بنتي، اتفضل اقعد. وش معنى انت اللي شايعك الحاج؟ مش عارفه. انا مدام نوره مرت ابن الحاج، لصلت اداب على فكره. هاي مالك خايفه يا بنتي؟ ليه؟ ده انت نورتينا. ميرسي يا طنط. والله بقيتي ططيه كامله. تشربي ايه؟ ميرسي. لا متى في ميرسي هنا؟ لازم تشربي حاجه. حاضر حاضر. يا اهلا يا باشا. يا اهلا وسهلا. اهلا يا مناع. اتفضل. الحل والله ما عارف اقول لك ايه. ولا حاجه، لولا الامان اللي انتوا عاملينه ما كنتش لقيتهم. يا راجل ده لو انت اللي خاطفهم ما كانوش هيرجعوا بالسرعه دي. يا ابي احنا غلابه، لا بتوع خطف ولا غيره، احنا بنخدمه بس، وكله بفضل مجهوداتكم. خيبها، شفتي المرأة حبته من خده. ياه طلاقه ولسه بتحبوه؟ معلش يا بنتي، الحاجات هنا كلها عندنا من جوه، الحب والكر هيبقى داخل لجوه وسط الدم واللحم. استأذنك يا حاج وبكرر شكري للمرة الثانية. على ايه؟ انا بس عاوزك تبلغ البيه الكبير اننا هنقدر نساعده رغم ان الجبل مش تحت ايدينا دلوقتي. المرة دي عدت على خير، الله أعلم المرة الجاية هقدر أساعد ولا لا، وممكن تكون خابطة وعرة قوي. يا ريت ياخدوا بالهم مننا ويرجعوا الجبل لأصحابه، ساعتها هقدر أسيطر وساعتها تقدروا تحاسبوني. إنما دلوقتي أنا إيد سايبة وإيد مربوطة. وبعدين أنت مخك كبير ويوزن بلد. شرفت يا باشا. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. عملتها أكيد يا حاج. ما عملتش حاجة يا ولدي، ده حتى الأوتوبيس ده ماليش دعوة بيه، لا من بعيد ولا من قريب. مع السلامة يا بنتي. مع السلامة. ابقي تعالي. إن شاء الله. أنستي وشرفتي. ميرسي. مع السلامة حبيبتي. أوكي. أوكي. إحنا تعشينا خلاص يا عم الحاج، نقدر نروح؟ ممكن تروحوا. بس المعدات بتاعتكم هتلاقوها منتظراكم في الفندق في سوهاج. نعم؟ بعتناها خلاص. قصدي شكراً يا عم الحاج. ليه يا جد اتكسفت لما الخواجه بستك؟ ده كمان خدت بالك؟ ليه اتكسفت؟ عيب يا ولدي، ما تعودناش ان واحدة غريبة تبوسنا وقدام الناس.
بس انت ما زعلتش، انت اتكسفت. طب نعم. طب حجيني. هحجيك. كان يا ما كان، هي فرحة جت؟ جات ومشت من غير ما تتكلم. اسمع مهران، بكرة قول لها جدي بيقول لك ما تزعليش، هو مسك خالي حماد وزعل وقاوي عشان